عايز اتكلم مع حضراتكم في شيء هام جدا، وكالعاده انا دايما ببدا حلقتي اللي دايما بتكون قبل المباراه في الاسابيع الاخيره بتكلم عن التحكيم، عن التحكيم المصري تحديدا. وبيني وبينكم انا لم افاجئ الحقيقه بان يكون الكابتن جهاد جريشه حكما لنهائي دوري ابطال افريقيا، حكما لاكبر واهم نهائي في القاره الافريقيه، نهائي دوري ابطال افريقيا. أن يكون الكابتن جهاد جريشه حكما لهذا النهائي، أو في مباراة الذهاب طبعا هيلعب الكابتن جهاد جريشه في مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي الموضوع ده بيخلينا كلنا كمصريين بنبقى فخورين بالتحكيم المصري، بيخلينا كلنا نبقى كمصريين سعداء بشكل وماذا يحدث في التحكيم المصري خلال الفترة اللي فاتت. طيب هو ليه كابتن جهاد جريشه مثلا يعني لما بيجي يحكم مباريات سواء للاهلي او لغير الاهلي، مباريات في الدوري المصري دايما بتحدث اخطاء من الكابتن جهاد جريشه، او يعني في الاغلب بتحدث اخطاء. اقول لحضراتكم حالا الرد دايما بسبب الضغوط الكبيره جدا جدا اللي بتحصل على جهاد جريشه او على التحكيم المصري بشكل عام. انا مش عارف ليه الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت هناك ضغوط شديده جدا جدا بتحدث على التحكيم المصري في كل الاتجاهات، على الرغم من ان هناك حكم اسمه جهاد جريشه بيحكم في نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه الذهاب، وبالتالي هو واحد من اهم ثلاث حكام في القاره الافريقيه عشان يحكم نهائي دوري الابطال، اكبر بطوله في القاره الافريقيه، يبقى لازم يكون واحد من أهم وأفضل الحكام اللي موجودين في القارة الأفريقية. لما بتيجي تقعد تفكر مع نفسك كده تلاقي دايما الكابتن جهاد في بعض الأخطاء بتحدث في المباريات الدوري المصري، وزي ما قلت لحضراتكم بسبب الضغط يطلع واحد من هنا ويطلع واحد من هنا من النادي الفلاني أو من النادي العلاني، يطلع يقول لك أصل ما عندناش تحكيم، أصل الحكام عندنا بيعملوا مشاكل كتيرة، أصل جهاد جريشة ما بيعرفش يحكم، أصل جهاد جريشة كذا، أصل جهاد جريشة كذا كذا كذا. فالراجل بينزل بيبقى متوتر، بيبقى متوتر من كتر الضغط. أين دور اتحاد كرة القدم في الضغط ده؟ أين دور لجنة الحكام في الضغط ده كابتن عصام؟ هناك ضغط شديد جدا خلال الفترة الأخيرة على التحكيم المصري. احنا قلنا لحضراتكم احنا دائما في النادي الأهلي بنقف خلف التحكيم المصري، وعايزين دائما التحكيم المصري يبقى الأول إفريقيا زي الأندية المصرية وزي النادي الأهلي كده، ولكن في نفس الوقت هناك أخطاء بتحدث من كتر الضغط اللي موجود على الحكام، من كتر الضغط اللي بتعمله الأندية المنافسة، كل الأندية، أنا مش بتكلم على الأندية اللي بتنافس الأهلي فقط، ولكن الأندية المتنافسة في الدوري العام ال 18 نادي، تلاقي أعضاء مجلس إدارة ورؤساء أندية بيطلعوا يتكلموا بمنتهى الـ القوة الحقيقة الشديدة جدا على التحكيم المصري. وهو الرد في النهاية جاء بأن يكون جهاد جريشة حكما لنهائي دوري الأبطال. ثقة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في التحكيم من وجهة نظري كان لها دور كبير جدا في وجود الكابتن جهاد في النهائي الأفريقي. وبالمناسبة كابتن جهاد راح كاس العالم للشباب، ده التحكيم المصري اللي احنا بنتكلم عليه، ده التحكيم المصري اللي احنا خلال الفترة الأخيرة دايما بنضغط عليه. على فكرة أكتر نادي حصل له أضرار بسبب التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة، وأنا قلت لحضراتكم ووريت لحضراتكم بعض النماذج من الأخطاء اللي بتحدث من التحكيم المصري ضد النادي الأهلي، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك وقفة شديدة جدا. التحكيم المصري تحكيم جيد، عندنا أخطاء كالعادة، كل الناس كده، كل الحكام في العالم كله عندهم أخطاء، واتفرجنا على نهائي دوري أبطال أوروبا السنة اللي فاتت وفي كاس العالم إيه اللي حصل وفي كذا وفي كذا وفي كذا. هنجيب لحضراتكم أمثلة كتيرة جدا، لو قعدنا هنقعد كده شهر نجيب لحضراتكم أمثلة لأخطاء الحكام، بتحدث أخطاء للحكام، ولكن كل اللي مطلوب التركيز الشديد خلال الفترات القادمة خصوصا في مباريات الدوري.